إقبال ملحوظ تشهده منطقة الأزهر على شراء ملابس الإحرام، وذلك بالرغم من موجة الغلاء التي يشهدها العديد من القطاعات في مصر. المزيد في هذا التقرير. مع اقتراب شعائر الحج لبيت الله الحرام، شهدت سوق المنسوجات انتعاشا لحرص الحجاج على سرعة شراء كافة المستلزمات الخاصة بالحج من ملابس الإحرام وغيرها من المتطلبات الأخرى. واحدة بتشتري فيه عباية للسفر، عباية حرير أو كريب أو حاجات دي، وفي جلابية اللي هي القطن برضو زي مطرزة، وجلابية عادي بتقعد بقى في عرفة في منى تبقى قطن عشان خاطر الحر هناك والحاجات دي. وفي سروال اللي هو السروال بيجيب بسوستة برضو، وفي اللي هو المعصم، في شراب، في جزمة بيضة، في شبشب أبيض، كل دي مستلزمات. خمار بالنسبة للرجال هو بشكيرين، بشكير اللي هو الطقم، وبشكير اللي هي الأزهر والرداء اللي هو فوق، وفي ساتر بيتلبس تحت البشكير الاحرام بالنسبه للرجال. يعني اسعار مستلزمات الحج التي تتنوع بين الرجال والنساء والاطفال تختلف حسب مكان الصنع والخامات المستخدمه في صنعها. والله تبقى خامات مختلفه، مش كله يعني، في مستورد وفي خامات مصر. المستورد طبعا بيبقى جايين مستورد، في حاجات مستورده من السعوديه وفي حاجات مستورده من الصين. المصر طبعا بتبقى خامات انظف من الصين، انما بالنسبه للسعوديه الخامات انظف. بالنسبه للاسعار، طقم الخروج بيتكون عن عبايه بتبدا ب 190 جنيه ل 250 جنيه حسب الخامه وحسب الايه الماتيريال. الجلابيه العاديه بتاعت المناسك بتبدا من 110، 100 جنيه و10، القميص بيعمل 50 جنيه، تمام؟ البنطلون اللي هو السروال ابو جيب وسوسته بيعمل 45 جنيه، الطرحه 35 جنيه. شارع الأزهر في حي الجمالية من أكثر المناطق المعروف عنها بيع مستلزمات الحج، والتي يقصدها حجاج بيت الله الحرام لشراء احتياجاتهم قبل السفر. محمد محمود، أون لايف.